وفقاً لدراسة حديثة تحتوي لندن أكبر عدد من الأثرياء في العالم. واحد من كل 10 سكان في عاصمة إنجلترا مليونير، ليس سيئاً، لكن لندن بعيدة عن المدينة التي كل من فيها مليونير. لنلقي نظرة. أهلاً بكم في هاوجي الصينية. إنها واحدة من أكثر المستعمرات غرابة، ليس فقط من الإمبراطورية الصينية بل في العالم أجمع. من النظرة الأولى تبدو مدينة مأهولة بالكامل، وعموماً يمكن تسمية هاوجي مدينة بالتأكيد، لكنها تبقى قرية. لكن الصينيين يرونها كمكان لبناء ناطحة سحاب بارتفاع 328 متر. هاوجي بالمناسبة القرية الوحيدة في العالم الحاوية على ناطحة سحاب. ليس مفاجئاً، إنها تسمى القرية رقم 1 للإمبراطورية الصينية، وهذا ليس مفاجئاً، فجميع سكانها فاحشو الثراء. حرفياً كل من يقطن هاوجي هو مليونير. سكان هاوجي المحليون أثرياء، يمتلك معظم المحليين أكثر من 100 مليون رنمنبي في حساباتهم البنكية. يقودون سيارات فارهة ويعيشون في بيوت ريفية. الطبابة والمدارس مجانية، وهناك حوالي 80 مشروعاً في القرية والتي تبدو كالمدينة. الإنتاج والتصدير هنا بحالة انفجار. البضائع المنتجة في هاوجي يتم تصديرها لأربعة دزازين من الدول. هناك تفسير لهذه الظاهرة المدهشة، يعود ازدهار هاوجي وثراء سكانها لوون رينباو رئيس مجلس الحزب المحلي. عندما أصبح رئيساً للمجلس المحلي للحزب، نجح في إقناع قيادة بكين أن هاوجي يمكنها أن تصبح مثالاً لامعاً لما يمكن للشيوعية أن تبدو على أرض الواقع. في 1994 نشأ تعاون في هاوجي، والذي امتلك جميع المشاريع في القرية وأصبح جميع السكان مساهمين. في أواخر التسعينيات عرضت أسهم القرية للبيع في سوق شينجين للتبادلات، وبعد ذلك بدأت هاوجي في التنامي بمعدل جنوني. بدأ السكان بالحصول على جزء من دخل جميع الشركات المتموضعة في القرية، والباقي تم استخدامه لتطوير هاوجي. لا يزال من الصعب تسمية هاوجي بالقرية، لأنه في العديد من الدول حتى المدن الكبيرة تبدو أفقر وأسوأ. بالحديث عن المدن، يمكنك إيجاد الكثير من المدن الكثيرة على الكوكب والتي أصبحت جزءاً من التجربة كهاوجي، وارتقى بعضها ليصبح مدناً مثالية للمستقبل. بعضها يرفض القوانين ويطور بعضها العلم والبيئة بطرق مميزة. ابقى معنا لترى أكثر المدن غرابة وتفرد. أوروفيل. لسوء الحظ، الخلافات السياسية والدينية عادة ما تسبب النزاعات، والمدن ليست استثناء. تم إنشاء أوروفيل بشكل خاص لتجنب هكذا نزاعات. وجدت المدينة عام 1968 في جنوب الهند. كما صرح مؤسسها ميرا ألفاسا، كانت أوروفيل مكاناً يتواجد بعيداً عن الدين والسياسة، مكان يستطيع فيه الرجال والنساء العيش معاً بتوافق وصداقة بغض النظر عن الجنسية، المكان أو الأصول أو الاعتقادات الدينية. هدف هذه المدينة هو إدراك وحدة البشر. فكرة ميرا ألفاسا مثيرة للغاية، ولكن لا يشاركها الكثير من الناس رقيها. تم التخطيط لها في الأساس لتكون موطناً لخمسين ألف شخص، ما يقارب 3000 شخص فقط يعيشون فيها الآن. ربما يمانع العديد من الناس الانتقال إليها، لأن الانخراط في هذه المدينة التجريبية قد يعني التخلي عن محيطك العائلي. مدينة سلام. إذا كانت أوروفيل مكاناً يتواجد خارج مواقع الدين والسياسة، فإن مدينة سلاب تتواجد خارج سيطرة القانون حرفياً. تتوضع هذه المدينة في صحراء سونوران القاحلة في كاليفورنيا. إنها مدينة صغيرة عبارة عن تجمع. على الرغم من أنها تقع رسمياً في كاليفورنيا، أغلقت سلطات الولاية هذا المكان منذ زمن بعيد، ولا ينصاع السكان لأي قانون. في الواقع لا يوجد أي قوانين هنا إطلاقاً. السلابيون متروكون لأوحدهم، يعيشون في خيم وأكواخ دون أي عناوين، يقضون وقتهم بعيداً عن الضجيج والصخب، يتجمعون بشكل متكرر للموسيقى وتنظيم الاحتفالات. هناك بضع مئات من الناس يعيشون فيها حالياً، معظمهم غجر فقراء مشردون وهيبيون أيضاً ومن ثقافات أخرى. لا يوجد أحد منهم يشعر بالخجل من حقيقة أن المدينة لا تحوي مياه صرف صحي، متاجر أو كهرباء. يجب أن يقوموا بجمع وتحصيل كل شيء بأنفسهم. إنهم يفضلون الحرية على وسائل الراحة الحياتية، يتخلون عن الأشياء غير الضرورية والرفاهية، ويعيشون بهدف السعادة فقط. يطلقون على مدينتهم بكل فخر آخر مكان حر على الكوكب.
سانكتا. هناك الكثير من تسمية المدن الذكية في العالم، العديد منها في الصين، ويمكن إيجاد الكثير في أوروبا وأمريكا الشمالية، لكن أكثرها إثارة يتوضع في كوريا الجنوبية. سونغدو اعتبرت مدينة المستقبل، والتي يجب أن تغير فكرة العيش في المدن المعاصرة، تبعد ساعة واحدة فقط عن سول. إنها عكس سول تماماً، لا تعاني المدينة من الازدحام والتلوث ولا تعج بالمباني، لديها مساحة كافية وخضراء بالكامل. البنية التحتية للمدينة التجريبية مذهلة، يمكنك الوصول لأي نقطة في المدينة بالدراجة الهوائية خلال 15 دقيقة، بالإضافة للحدائق الخضراء والراحة. وعد المنشئون بمراكز تعليمية ووظيفية. كان من المفترض أن تكون مدينة فريدة، لكن الخطة فشلت جزئياً. يعيش في المدينة ناس أقل بكثير مما كان مخطط له. القلة الذين انتقلوا إليها قالوا إنه لا ينجح كل شيء في المدينة. تحولت العديد من المباني لصناديق خرسانية مغبرة، ولأماكن شاغرة كثيرة حيث كان يجب بناء المنازل. أعطت مدينة المستقبل مظهر موقع بناء مهجور، ولكن يمكن للأمور أن تتغير إذا توصل المستثمرون لحل ما. أنابوليس. هناك مدن ذكية في روسيا أيضاً، وللكلمة ذكية هنا معنى مباشر أيضاً. تتوضع أنابوليس قرب كازان، وتتمتع بمنزلة مدينة علمية. بالمناسبة مدينتين فقط، غيرها لها ذات المنزلة: سكولكوفو في موسكو وكولتسوفو في نوفوسيبيرسك. أنابوليس مدينة يافعة، تأسست منذ 10 سنوات فقط، لذا من غير المفاجئ عدم وجود الكثير من الناس هنا. العام الماضي كان هناك حوالي 1000 شخص. كل ما في الأمر أنها مكان للعمل أكثر من العيش. تركز المدينة على العمل وتقنيات المعلومات. يعمل معظم السكان في فروع لشركات كبرى مطورين هذه المناطق، ولديها أيضاً جامعتها الخاصة. التركيز هناك أيضاً على تقنية المعلومات والأعمال، وكذلك اختصاص الرجال الآليين. على الرغم من أن هذه المدينة مصممة للعمل أكثر من العيش الهادئ الاعتيادي، تحاول السلطات حل هذه المشكلة. تطور المدينة بشكل فعال النقل الكهربائي. هناك 3 محطات وقود لعدد قليل من السكان، حيث يمكنك الحصول على وقود كهربائي لسيارتك بشكل مجاني تماماً. عموماً، المشكلة البيئية من أهم القضايا للعديد من المدن في العالم، وكل منها يحلها بطريقته. مثلاً، أصبحت أركوزانتي تجسيداً للعلم الحديث، هدفها العيش بتناغم مع البيئة. تتوضع المدينة في أريزونا الولايات المتحدة. بدأ تأسيس المدينة في 1970 المهندس المعماري باولو سولاري مؤسس المدينة. تصور، جمع البيئة والعمران في علم واحد، هندسة العمارة البيئية. لذا صعد اسم المدينة وأصبحت مثالاً عظيماً عن العمارة البيئية. في الواقع، هذه المدينة التجريبية هي نقيض المدن العادية. القيم الجوهرية للمدينة هي التوفير، الإبداع، المسؤولية البيئية، تخفيض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون، والسعي للتعليم. تعارض المدينة الاستهلاك الهائل للمواد، لذا تمتد على مساحة متواضعة تبلغ 16 كيلومتر مربع. كل قطعة من الأرض مهمة. سكانها قلائل، يتراوحون من 50 إلى 150 شخصاً حسب الوقت من السنة، لكن جميعهم مسؤولون ويحترمون الطبيعة وموهوبون في عدة مجالات، من نفخ الزجاج والعمل بالمعادن إلى التصوير. مدينة مزدار. مزدار مدينة متموضعة في الإمارات العربية المتحدة، مشابهة لأركوزانتي في عدة أشياء في التزامها نحو البيئة. كما يتشابهان في حقيقة أن مدينة مزدار غير مأهولة عملياً وفي طور الإعمار. المشروع يكلف مبدئياً 22 مليار دولار للمبادرة. وفقاً للمشروع الذي انطلق عام 2008، يجب أن تكون هذه المدينة مدينة المستقبل المثالية. يجب أن تكون أول مدينة تستمد طاقتها كلياً من الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة البديلة الأخرى. هدف مؤسسي المدينة الرئيسي ليس تزويد المستوطنات بهكذا طاقة وحسب، بل أيضاً تقليل انبعاث ثنائي أكسيد الكربون وتقديم إعادة تدوير كامل للنفايات. يسعى المؤسسون أن يعيش سكان المدينة بأريح ما يمكن. لهذا الهدف تم التخطيط للمنع التام لآليات التنقل الشخصية. بدلاً منها، سيتم تقديم نظام نقل صديق للبيئة عام وخاص على شكل 3000 سيارة أجرة. وفقاً للخطة، يجب أن يعيش 50,000 شخص في المدينة، وسيأتي 60,000 آخرون إليها للعمل من مناطق مجاورة كأبوظبي التي تبعد 17 كيلومتراً عنها. حتى الآن المدينة متصحرة، عملياً لا يعيش هناك أحد. وبعد الأزمة المالية ارتفعت أسعار العقارات، ورفض الكثير من المستأجرين المحتملين الانتقال إليها. عموماً، ليس من السهل إقناع أثرياء
ولاي أبو ظبي الذين اعتادوا على الرفاهية الانتقال إلى هناك. المدن التجريبية ليست ظاهرة جديدة، في الماضي البعيد كان هناك شيء مشابه. مدينة أوكتاغون مثال عظيم، ليست مدينة لممارسي القتال المتنوع على شكل مثمن، على الرغم من أنها لها شكل مثمن. تم تأسيس مدينة أوكتاغون عام 1856 في ولاية كانساس. كانت الخطة أن يعيش النباتيون فقط في المدينة التجريبية. مؤسس المدينة هنري كلوب صممها على شكل مثمن لسبب وجيه، اعتقد أنه بهذه الطريقة ستتلقى المنازل أكبر كمية من الضوء. عام 1856 انتقلت 60 عائلة إليها، أرادوا العيش بمنازلهم المثمنة، يقومون بالزراعة والبناء وتنظيم الأحداث الثقافية في وقت فراغهم. في الواقع أخذت الأمور منحى أسوأ بكثير. في 1857 جف نهر وأبار المدينة، وأصيب المستوطنون بالزحار والحمى، ومن غير المفاجئ أن المشروع سريعاً ما فشل. غادر المستوطنون المدينة مدركين أنه ليس آمناً هناك. حلزون المحيط. من أروع المشاريع الحديثة مشروع أول مدينة مغمورة كلياً تحت الماء، حلزون المحيط، فكرة عظيمة لشركة شيميز اليابانية، والذي تم التخطيط لتنفيذها بحلول 2035. سيكون المميز الفريد لهذه المدينة التصميم المستقبلي، استخدام التقنيات الحديثة وموقعها. سوف تتوضع حلزون المحيط في المحيط ببنية كروية قطرها 500 متر، تسمى الحديقة الزرقاء. ستحتضن هذه الكرة كل المساكن، المناطق الترفيهية والمطاعم ومراكز البحوث والمنشآت الهامة الأخرى، منتشرة في 75 طابقاً. سوف يتم تحميل الكرة على حلزون يمتد لأربعة كيلومترات عميقاً باتجاه القاع. سيعمل الحلزون كمصعد ليساعد على نزول المستكشفين للقاع واستخراج المعادن والمواد الأخرى من هناك. حتى الآن حلزون المحيط مجرد فكرة ومشروع، يقول العلماء إنه في الوقت الحاضر يستحيل صنع هكذا منشأة، لكن قريباً سيكون من الممكن. هذا كل شيء، أخبروني في التعليقات هل ترغبون في الانتقال لهذه المدينة المغمورة؟ شكراً للمشاهدة، وأراكم لاحقاً.